ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وزي ما قلت لك أول حاجة تدعو لها التوحيد. ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بدي الجنة الله والبرزق الله والبنفع الله والبملك الضر الله سبحانه وتعالى. الليلة نحن عندنا مشكلة في الموضوع ده. تعال القادرية قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابته، كم جرجير عارفة، كم عجورة عارفة، كم قصبة عارفة، كم عدارة عارفة، كم نيمة عارفة، كم ود أحمد عارف، كم دخن عارف، كم نجيل عارفة، كم ضريس عارفة، كم عشر عارفة. قال وأعلم نبات الأرض. لا يملكون لأنفسهم، مش ليك إنت، لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشيء اللي بعرفه أنا مزول منه أمام الله سبحانه وتعالى وأتكلم به، لأنه السؤال أي سؤال له جواب. فمما قمنا ومشينا للطريقة سمعنا بها هي الطريقة المكاشفية، وسألناهم ويقولوا هم طعما بيكشفوا أهل الكشف، والشيخ اسمه المكاشف هو برضو بيكشف وبيعرف الباطن وبيعرف في قلبك وبيعلم يعني بعض الأخبار جاتنا، ونحن كنا معهم بيقول يعني علم الغيب يعرف الشيء في قلبك. نعم ده التسمية باسم المكاشف يعني ده الحاصل. الإنسان يا جماعة يكون من أهل الصبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنت تكون صابر في الدنيا دي، الدنيا دي فيها ابتلاءات فيها مصائب، ما تشكر الخلق ولا لأقرب صاحب ما تشكر. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت قال اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد، فالقبر يكون وسن. إذن أنت من الحرام الواضح البين والشرك إذا شبت لك بهيمة ومشيت طبحتها في قبر والعياذ بالله، أو طبحتها للشيطان وتقربت بها للشيطان وللجن. منهج السلف يا أخواننا ما منهج عايم، لأنه نحن السلفيين يتميز منهجنا أنه لا يتلاعب بنا أحد. يعني مهما بقيت كبير في الحق ما بتلعب بينا زي الطرق الصوفية، زي ما قال البرع للجماعة بتاعينه، وده ما نبذله، منجيب كلامه ونرد عليه من الكتاب والسنة. والكلام في الفرق والناس ده دين. نبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها تعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا؟ قالت وسمى رجلين. واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره النووي في رياض الصالحين، فقال إذنوا له بئس أخو العشير. ذموا كل لقبة يا جماعة باسم الدين، ونحن النازل والله الذي لا إله غيره كما اعتدوا على الشريعة والعقيدة والدين ما كان يتكلمنا فيهم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون أي يميلون من الحق إلى الباطل، ويعدلون يسوون غير الله بالله. استعين بالله سبحانه وتعالى وأخلص لله واصدق مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في كلامك وفي دعوتك، وربنا سبحانه وتعالى بينصرك. فالناس يا أخواننا تستعين بالله وما تعايل لورا، تكلم طوالي ما يلا ينتظروا علان يجي وفلان يجي، الناس تمشي. في ناس بيخافوا يقول لك يا أخي عشان ما يقولوا الزول ده جاب لي أهله المشاكل. اللي يقولوا نبي كريم إبراهيم ربنا اتخذه خليل أبوه طرد. والله إنجوة سؤال السلف إذا أهلك، والله الله يقول الكلام ده خالص الله
إذا الله بيكون فوريا.